السلام عليكم. عشان نشوف فايدة حاجة زي الجلوبال بارامتر، خلينا مثلا نفترض إن أنا عندي هنا وول، تمام، وعندي أكتر من شباك، وطبعا الشبابيك دي كلها مش موجودة على نفس الحيطة ده في المشروع، ففي يمين وشمال وهكذا. طيب نفترض مثلا إن الارتفاعات بتاعتهم مثلا مرة واحدة أنت حابب تزودهم، فهتلاقي حبة فوق حبة تحت حبة عايزين يطلعوا وهكذا. لا، في مشكلة إن أنت كلهم تديهم الارتفاع، وبالذات لو هما أكتر من حاجة وهكذا، فهتبقى فيها مشكلة. ممكن تعمل جدول، تمام، وتظبط الرقم وتقعد تعدل الأرقام دي مانوال لو أنت حابب. الهاي ستيل تبدأ تشوف الارتفاع وتبدأ تعدله. طيب في طريقة تانية اللي احنا عايزين نتكلم فيها بقى، ان احنا نستخدم الجلوبال بارامتر. هو عبارة عن ايه؟ هو متغير نقدر نخليه في المشروع، ولو كذا حاجة تاخد نفس القيمة. اقول له جلوبال بارامتر واقول له اد، واقول له واحدد ان هو عبارة عن دايمنشن لينس، وابدأ اقول له انا عايز دايمنشن من هنا لهنا، من هنا لهنا وهكذا. لو عملت سيلكت على الشباك دوت ممكن يجيب لك الدايمنشن، فتروح ماسك الدايمنشن دوت وقول له سيل ويندو، وده برضه نفس الفكرة. طيب لو انا جيت هنا بقى في الجلوبال بارامتر وقلت له مثلا بدل الأربعة دي خليها خمسة، وقلت له أبلاي، هتلاقيهم كلهم طلعوا، خليها تلاتة، تمام. فبيديني إمكانية إن أنا أتحكم في حاجة معينة في المشروع كله. مثلا كنا متفقين المسافة بين الشباك والحيطة مثلا اللي جنبيها 2 سنتي، بقت 4 سنتي، بقت 5 سنتي، فتقدر تغيرها في المشروع كله مرة واحدة.